السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، عندي أخوت واحد الموضوع غنتكلموا عليه، ولكن هذا الموضوع اليوم كنتو ما عارفيني ما عنديش عليه تسريبات صوتية. اليوم تكلم معي واحد الصديق موريتاني. هذا الصديق الموريتاني السياسي ومعروف في موريتانيا. هذا الصديق الموريتاني مزوج مغربية وعنده واحد الميول ديالو كبير للمغرب، داعم المغرب، ولكن هو سياسي معروف في موريتانيا، وحتى أنه أرسل لي عدة صور مصور مع الرئيس الحالي ولد الغزواني، متقرب لي بكثرة. اليوم حكى لي واحد القصة وقال لي بطبيعة الحال ما تذكرش الاسم ديالي ولا أي شيء يلمح ليا. نقد نقول على أنه مزوج مغربية، إيه عدد كبير من الموريتانيين مزوجين مغربيات، وعدد كبير من المغاربة مزوجين موريتانيات، إحنا شعب واحد، هذا ماشي إشارة كتلمح ليه. المهم الخوت هذا الصديق الموريتاني أعطاني واحد الخبر، قال لي أنه مؤخرا جاء واحد الوفد جزائري جاء الموريتانيا. هذا الوفد كيترأسه الوزير الأول الجزائري ومرسولين من الرئاسة الجزائرية تبون وشنقريحة، وجاو عند الحكومة الموريتانية وبغاو يتلاقاو مع ولد الغزواني، بغاو هما ولد الغزواني مباشرة، ولكن موريتانيا كدولة اختارت فقط على أنها تلاقي هذا الوفد الجزائري مع حكوميين موريتانيين. هذا الاجتماع الجزائري الموريتاني كان كيترأسه بالنسبة للوفد الجزائري الوزير الأول الجزائري، وكانوا حاضرين فيه مسؤولين وسياسيين كبار من الحكومة الموريتانية، وكانت هناك على حد ما قال لي هذا السيد حوارات ثنائية بين الوفد الجزائري والوفد الموريتاني. هذا الوفد الجزائري عرضوا على دوك الحكوميين الموريتانيين أو السياسيين الموريتانيين أموال كبيرة على كل شخص كان حاضر معهم في الاجتماع، واعتبرت هذه الأموال رشاوي قدموها الجزائريين الموريتانيين، والهدف من هذا الرشاوي بغاوهم يتوسطوا ليهم مع الرئيس ولد الغزواني، طلبوا منهم يتوسطوا ليهم مع الرئيس ولد الغزواني، وحتى كذلك عرضوا أموال كبيرة، أموال طائلة على ولد الغزواني، دعم مالي كبير من الجزائر الموريتانية، والهدف ولا الشرط الجزائري هو تفتح موريتانيا سفارة أو قنصلية البوليزاريو في موريتانيا. ولكن الرئيس الموريتاني ولد الغزواني رفض هذه الرجوة ولا هذا العرض ديال الجزائريين، واختار على أنه موريتانيا تبقى محايدة في قضية الصحراء. هنا الهدف ديال الجزائريين ولا النظام الجزائري هو يكرروا مرة أخرى السيناريو اللي وقع عليهم مع تونس. تونس اتشرات بالنسبة للجزائريين، تونس تلاحت في سلة المهملات، ولكن موريتانيا بينت اليوم على أنها عندها فعلا سيادة وقوة شخصية بالمقارنة مع التونسيين. هنا حقيقة احنا كمغاربة وكشعب مغربي نقدوا اليوم نشيدوا بالرئيس الموريتاني ولد الغزواني، ما طاحش ليهم في الفخ ورفض الذل اللي وقعت فيه تونس وقيس سعيد، وهنا بينوا الموريتانيين على أنهم فعلا عندهم قوة شخصية في عهد الرئيس الحالي ولد الغزواني. وكيأكد وكيضيف لي الصديق الموريتاني واحد المعلومات أخرى مهمة، قال لي على أنه مؤخرا كان المبعوث الشخصي لقضية الصحراء ديميسورا في زيارة موريتانيا. فعلا صحيح، ديميسورا وصل الموريتانيا بعد ما زار مخيم تندوف وتلاقى مع البوليزاريو. ملي وصل ديميسورا الموريتانيا كان في استقباله رئيس موريتانيا ولد الغزواني. في هذا اللقاء أكد ليهم ولد الغزواني على أن موريتانيا هي في حياد في قضية الصحراء، وأن أهداف موريتانيا هو يجيب حل واحد يرضي الطرفين، يعني حل متفق عليه. وخبروا كذلك على أن دور موريتانيا هو الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة. عموما الخوت اللي مهم عندنا من كل هذه الأخبار على أنه الرئيس الموريتاني ولد الغزواني أرفض على أنه يكون مدلول كما دل قيس سعيد وكما دلوا توانسة دلوهم الجزائريين. عموما الإخوان نقدر نقول لكم كرأيي الخاص، يعني رأيي الأخير،
موريتانيا اليوم عندها قوة شخصية وعندها سيادة بالمقارنة مع تونس. الموريتانيين رفضوا على أنهم يترموا في سلة المهملات كما رمات الجزائر تونس وقيس سعيد. شكرا للشعب الموريتاني، شكرا لولد غزواني، حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم.